بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 97. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. كنا مع المؤلف رحمه الله في باب الصلح، ووقفنا عند قوله: وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله، فإن أبى لواه إن أمكن، وإلا فله قطعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الكلام من المؤلف رحمه الله شروع في بيان أحكام الجوار. لا شك أن الله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إلى الجار وكف الأذى عنه. قال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فجعل سبحانه وتعالى للجار حقا من الحقوق العشرة المذكورة في هذه الآية الكريمة. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الإحسان إلى الجار، قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن. قالوا: من هو يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه وبوائقه غدراته. وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أكبر الكبائر: قال الشرك بالله، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قالوا: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فالجار له حق عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فيجب على المسلم أن يحسن إلى جيرانه. والجار ثلاثة أقسام: جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار القريب المسلم، له حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام، وجار له حقان، وهو الجار المسلم غير القريب، له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له حق واحد، وهو الجار الكافر، له حق الجوار. كثير من الناس لا يبالي بجاره، فيصدر منه الأذى في حق الجار، إما بالتطلع إلى عوراته والاستماع إلى أسراره، وإما بإحداث شيء في منزله يؤذي الجيران، كرفع الأصوات، خصوصا رفع الأصوات بالمحرمات كالأغاني والمزامير وصوت المذياع حتى يقلق جاره، وإما بالضرب والدق في الجدران أو الدق على الأرض
بحيث يزعج جيرانه ولا يتركهم يهنؤون بنوم، وإما بالروائح الكريهة، وإما بالمياه المتسربة، وإما بأن يوقف سيارته في باب جاره، أو غير ذلك من أنواع الأذى، أو يتطاول على جاره بالكلام والإهانة أو غير ذلك من أنواع الأذى. فيجب على المسلم أن يعمل بآداب الإسلام وأن يحسن إلى جاره، ومن ذلك ما ذكره المؤلف، وهذا من كف الأذى، أنه إذا كان في ملك الجار شجرة تمتد أغصانها في هواء الجيران فهذه إساءة إلى الجار، لأن ذلك يضايقه، فيجب على صاحب الشجرة أن يكف أغصانها عن جاره أو أن يقطعها، أو حتى لو لم يمكن ذلك إلا بقلع الشجرة فإنه يقلعها ويزيلها، فإذا لم يفعل ذلك فقد أساء إلى جاره، فلجاره حينئذ أن يرد الأذى بأن يلوي الغصن ويرده إلى بيت جاره، وإن أمكن، وإلا يمكن فإنه يقطعه، لأن هذا من إزالة الأذى ومن كف الصائل، هذا مثل كف الصائل على الإنسان. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق. نعم، إذا كان بيت الإنسان على درب النافذ وهو السوق المشترك الذي لأهل البلد ولا يختص به أحد، وهو اللي يسمى بالسلطاني، فلي صاحب البيت أن يفتح الأبواب عليه من أجل الاستطراق، لأن له حق الانتفاع من هذا الشارع، ومن الانتفاع أن يفتح أبوابه عليه، ولأنه لا يضر بذلك أحدا. نعم، لا إخراج روشن وساباط ودكة وميزاب. لا يجوز له أن يحدث في الطريق المشترك، أن يحدث فيه ما يضايق المارة، كان يفتح روشنا وهو البناء الخارج إلى الشارع بأن يجعله على خشب ثم يمده على الشارع، وهو ما يسمى في عرف الناس بالطرمة، وكذلك مثلها البرندة في وقتنا الحاضر التي تعمل، الجناح الذي يعمل على الشارع، فإنه ليس له أن يعمل ذلك، لأن الشارع مشتركا للناس، فلا يجعل في هوائه ما يضايق الناس، وكذلك لا يمد الساباط على الشارع وهو القبة التي تمتد من الجدار إلى الجدار الآخر، لأن هذا أيضا تصرف في هواء الشارع ويضايق المارة، إلا بإذن المسؤولين عن البلدية، فإذا كان لا يضر الناس وأذنوا بذلك فلا بأس به من أجل الحاجة، ويكون مرتفعا بحيث لا يضر الأحمال المارة في السيارات أو على الإبل، يكون مرتفعا جدا بحيث من إذا مر المحمل من السيارات أو غيرها فإنه لا يضايقه. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ودكة وميزاب. دكة هي المصطبة، وهي العتبة الكبيرة التي يعملها أمام الباب، أو الدكة التي تعمل للجلوس وهو ما يسمى بالكرسي من الطين أو من الإسمنت، فلا يجعل مجالس أو مجلسا في الشارع ويقول هذا جداري، ويجعل تحته مجالس، لأن ذلك يأخذ من مساحة الشارع ويضيقه على الناس. نعم، وميزاب كذلك الميزاب إذا كان يضر الناس فإنه
يعمله على طريقة لا يحصل منه أذى. وأما الميازيب فلا بد من وجودها، لأن أهل البيوت يضطرون للميازيب، بل إن بعض العلماء يقول إن إخراج الميازيب إلى الشوارع من السنة، وكان هذا موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بشرط أن يضمن أن يتأذى بها المارة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق. ولا يفعل ذلك في ملك جار أي جاره، فلا يحدث فيه الدكة ولا يحدث فيه الروشن ولا يحدث الساباط، لأن هذا يؤذي الجار إلا بإذنه. نعم. نعم. قال: ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق. النوع الثاني من أنواع الدروب الدرب المشترك بين أهل البيوت، خلاف الدرب النافذ. يعني خلاف الدرب النافذ، درب النافذ هذا لجميع أهل البلد، بل لجميع الناس للمارة أيًا كان. نعم. وأما الدرب المشترك فهذا ما يكون من الطريق بين أصحاب البيوت، يكون خاصا بأصحاب البيوت لأنه لخدمتهم، فلا يجوز لأحدهم أن يتصرف فيه بما يضايق الآخرين إلا بإذنهم. نعم. أثابكم الله. قال: وليس له وضع خشبة على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به. كذلك مما يجب على الجار أن يمنعه عن جاره لئلا يتأذى به وضع الخشب، فإذا كان سيضع خشبا على جدار جاره الخاص به أو على الجدار المشترك بينه وبين جاره، فإنه لا يفعل ذلك إلا بإذن الجار لئلا يتضرر بذلك، إلا في حالة واحدة، إذا اضطر إلى وضع الخشب بأن لا يكون له مكان غير هذا الجدار الخاص أو المشترك، فإن له وضعه بشرط أن يكون الجدار يتحمل هذا الخشب، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه، في رواية خشبة، على جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. وهذا يوم أن كان أميرا على المدينة من قبل مروان بن الحكم، فأراد رضي الله عنه أن يبلغهم هذه السنة وأن يلزمهم بها بتنفيذها والعمل بها، فإذا احتاج الجار إلى وضع خشب على جدار جاره أو على الجدار المشترك بينهما فإنه ليس له ذلك إلا بشرط أن يكون محتاجا إلى هذا، ولا يمكن وضع الخشب على غير هذه الجدار على غير هذا الجدار، ثم يكون هذا الجدار يتحمل الخشب ولا يتضرر به، فليس لجاره أن يمنعه من ذلك، لأن هذا حق للجار عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، يعني نعم. هذا وجه الضرورة، هذا ضابط الضرورة، إذا لم يمكنه التسقيف إلا بوضعه على هذا الجدار، وإلا فإنه سينحرم من التسقيف، حينئذ يجوز له أن يضع خشبه على جدار جاره أو على المشترك بينهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. نعم. وكذلك المسجد وغيره. كذلك إذا كان جاره المسجد فإنه لا يتصرف فيه هذه التصرفات، فلا يضع الخشب على جدار المسجد ولا يحدث في جدار المسجد شيئا يتضرر منه المسجد. نعم.
ثابكم الله. قال وذلك من باب أولى لا يصدر منه ما يؤذي أهل المسجد من الأصوات أو من الأمور الأخرى التي تزعج المصلين أو لا تتناسب مع حرمة المسجد كالأغاني والمزامير وغير ذلك مما يؤذي بيوت الله ويؤذي المصلين فيها. كذلك يمنع الروائح الكريهة التي يتضايق منها المصلون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه. إذا انهدم جدارهما المشترك بين الجارين وأراد أحدهما أن يعمره فإنه يجبر الآخر في أن يقوم بنصيبه من نفقة البناء لأن هذا لمصلحة الاثنين. نعم. أعيد العبارة. قال: وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره بأن كان قائما لكنه يخشى أن يسقط. نعم. فإنه يجبر الجار الممتنع على أن يساعد على هدمه وبنائه بما يدفع الضرر لأن هذا من مصلحتهما. نعم. قال: وكذا النهر والدولاب والقناة. وكذا النهر المشترك بين المزارعين إذا احتاج إلى إصلاح فإنه يجبر الشريك على دفع نفقته من هذا الإصلاح. والدولاب وهو الآلة التي يستقى بها من البير إذا كان مشتركا وحصل فيه نوع من الخلل فإنه يجبر الممتنع من إصلاح الدولاب المشترك ويقوم بنصيبه من النفقة. نعم. والقناة وهي الماء الذي يجري الساقية التي تجري بين المزارعين فإذا احتاجت إلى إصلاح فإن الممتنع من المشتركين يجبر على القيام بنصيبه من هذا الإصلاح لأن هذا لمصلحة الجميع. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب الحجر. الحجر في اللغة المنع. قال الله سبحانه وتعالى إن في ذلك قال سبحانه وتعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي عقل، لأن العقل يمنع صاحبه مما لا يليق. ويطلق الحجر أيضا على المحرم. قال سبحانه وتعالى: ويقولون حجرا محجورا، أي حراما محرما. فالحجر في اللغة هو المنع، وأما في الاصطلاح فهو منع التصرف في المال، منع التصرف في المال، وهو على قسمين: إما حجر لحظ الغير، وإما حجر لحظ المحجور عليه. فالحجر لحظ الغير هو الحجر على المفلس، والحجر على المريض مرض الموت المخوف لأن يتصرف في ماله، والحجر على المرتد بأن يتصرف في ماله حتى يرى ما يؤول إليه أمره، إما أن يتوب فيطلق تصرفه في ماله، وإما أن يقتل مرتدا فيصادر ماله لبيت مال المسلمين. فهذا حجر لحظ الغير وليس هو من حظ المحجور عليه. والذي يهمنا الآن هو الحجر على السفيه، الحجر على المفلس. الذي يهمنا الآن هو الحجر على المفلس لحظ الغرماء. نعم. قال: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه
لم يطالب به؟ المدين على ثلاثة أقسام. القسم الأول الذي ليس عنده شيء، فهذا لا يحجر عليه ولا يطالب بشيء إلى أن ييسر الله له. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. كانوا في الجاهلية إذا أعسر المدين وحل عليه الدين ولم يستطع سداده زادوا عليه الدين وأجلوه مرة ثانية، فيتراكم الدين على المعسر من غير أن ينتفع من ذلك بشيء، بل يتضرر بذلك، فمنع الله ذلك وأوجب إنظار المعسر بدون أن يزاد عليه. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. النوع الثاني المدين الغني الذي له مال أكثر من ما عليه من الديون، فهذا لا يحجر عليه لعدم الحاجة إلى الحجر عليه، ولكن يؤمر بالوفاء. إذا طالب الغرماء فإنه يؤمر بالسداد لأنه لا عذر له، فإن أبى فإنه يحبس حتى يسدد، فإن أبى مع الحبس فإن الحاكم يتدخل فيبيع من ماله ويسدد ديون غرمائه، لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم، وفي حديث آخر: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. عرضه شكايته وعقوبته حبسه حتى يسدد. القسم الثالث المدين الذي له مال ولكنه أقل مما عليه من الديون، فهذا يقال له المفلس. والمفلس هو من ماله دون ما عليه من الديون، هذا يسمى مفلس بالمفلس اشتقاقا من الفلوس، لأنه بعد أن كان غنيا صار يتعامل بالفلوس وهي النقود الصغيرة، فيقال له مفلس بهذا الاعتبار لقلة ماله وكثرة ديونه. فإذا طالب الغرماء بالحجر عليه أي بمنعه من التصرف في أمواله، فإن الحاكم يمنعه لأجل حظوظ الغرماء. هذا هو المقصود بهذا الباب. نعم، يمنعه لعله يقضي حقوق الغرماء، يأتي هذا. نعم. قال: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به. هذا النوع الأول وهو المعسر. نعم. وحرم حبسه لأنه ليس بظالم بل هو معسر. نعم. ومن له قدرة على وفاء دينه، هذا النوع الثاني وهو المدين الذي عنده القدرة على سداد ديونه لأن عنده المال وهو الغني. نعم. لم يحجر عليه، لم يحجر عليه لعدم الحاجة إلى الحجر. نعم. وأمر بوفائه، وأمر بوفائه، يأمره الحاكم إذا طالب الغرماء بتسديد ديونهم فإن الحاكم يأمره بالوفاء، فإن أبى أو ماطل فإن الحاكم يسجنه. نعم. قال: فإن أبى حبس بطلب ربه، بطلب رب الدين يعني صاحب الدين. أما إذا لم يطالب صاحب الدين فإنه لا يحجر، فإنه لا يؤمر بالوفاء ولا يحبس. نعم. قال: فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضى. إذا أصر على المماطلة بحقوق الناس فإن الحاكم يتدخل وينوب منابه في تسديد حقوق الناس فيبيع من ماله ويسدد الديون، لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع. نعم. ولا يطالب بمؤجل،
ولا يطالب المدين بدين مؤجل، لأن الأجل حق له حتى يحل الأجل، إذا حل الأجل فإنه يطالب بالدين. نعم. ومن ماله لا يفي بما عليه حال، هذا القسم الثالث وهو موضوع الباب، من ماله أقل مما عليه من الديون هذا هو المفلس. نعم. قال ومن ماله لا يفي بما عليه حالا أو حالا، نعم، لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم. نعم، هذا هو موضوع الباب، وهو من عليه ديون أكثر مما عنده من المال، فإن سكت غرماؤه فإنه لا يتعرض له، وإن طالبوا ولو طالب بعضهم وسكت الآخرون فإنه يحجر عليه حفاظا على حقوق الغرماء، معناه يمنع من التصرف في ماله ببيع أو هبة أو غير ذلك حتى أو استدانة حتى يسدد ما عليه. نعم. قال ويستحب إظهاره، إذا حجر عليه فإنه يستحب إظهار الحجر بأن يعلن عنه في الصحف أو في الأسواق بأن فلانا قد حجر عليه، من أجل أن لا يغتر أحد فيتعامل معه وهو محجور عليه فيحصل عليه ضرر، فيعلن الإفلاس ويعلن الحجر حتى يتجنبه الناس فلا يتعاملون معه بما يضرهم. نعم. ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه. نعم، إذا حجر عليه فإنه يترتب على الحجر عليه أحكام أربعة. الحكم الأول أنه لا يتصرف في ماله، المال الموجود لا يتصرف فيه لأنه أصبح من حق الغرماء. وأما تصرفه في ذمته فلا يمنع من التصرف في ذمته. الحكم الثاني أن من وجد متاعه عنده لم يتغير فإنه أحق به من الغرماء، قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به، أما إذا تغير بأن زاد أو نقص فإنه يدخل في مع الغرماء، فإن صاحب المتاع يدخل ضمن الغرماء. حكم الثالث أنه أن الحاكم يقوم ببيع ماله وقسمته على الغرماء كل بقدر حصته. الحكم الرابع أنه إذا بقي عليه ديون بعد قسمة ماله فإنه لا يطالب بذلك في الحال لأنه أصبح معسرا. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من شرح وبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، وهذه تحية من زميلي في هندسة الصوت عبد الله عريف الحربي. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.